القلب يؤثر على قلوب الآخرين. أجرم أحد الرياضيات القلب العديد من التجارب أثبتت من خلالها أن القلب يبث ترددات كهروطواسية تؤثر على الدماغ وتوجهها في عمله، وأنه من الممكن أن يؤثر القلب على عملية الإدراك والفهم لدى الإنسان. كما أن وجدوا أن القلب يبث مجال كهربائي هو الأقوى بين أعضاء الجسم، لذلك فهو من المحتمل أن يسيطر على عمل الجسم بالكامل، والله أعلم.